إخواننا لغة كل مسلم، كل مسلم هي اللغة العربية. هذه اللغة في الغالب نحن ضيعنا هذه اللغة، ويفتخر البعض خاصة يعني خاصة عندنا بغير حاجة، هذا غير محتاج أن يتكلم معي باللغة الإنجليزية. لماذا يقول لي good morning؟ لماذا؟ لماذا يقول oh my god؟ لماذا يقول thank you مثلا؟ اوكي، ايش اوكي؟ فهذا اللي يتكلم معك يقول يا اخي انا مسلم، انا لغتي اللغه العربيه، عند الضروره انا استطيع بفضل الله اتكلم مع هذا باللغه الانجليزيه، لكن لا حاجه الان ان اتكلم باللغه الانجليزيه. لماذا اتكلم؟ الشيخ حماد الانصاري رحمه الله يقول جاءنا المستعمر الفرنسي في مالي وقالوا اصنعوا ما شئتم، أنشئ المدارس، ندفع لكم أموال، نبني لكم بنايات، درسوا العقيدة، درسوا القرآن، درسوا كل شيء بشرط واحد، تتعلموا اللغة الفرنسية. يقول أفتى العلماء عندنا أن الذي يتعلم اللغة الفرنسية كافر. كافر؟ استغرب أنت. الشيخ حماد قال أنا طالب، وهذا فتوى من؟ العلماء. ما استطعت أن أصنع شيء، هاجرت. كان كل الخير في طاعتي للعلماء، في غير معصية الله. كيف كفر؟ كل ما يؤدي إلى كفر فهو الكفر. فقالوا الآن تتعلم اللغة الفرنسية، تتأثر. الآن في هذه الأزمنة عندنا الروايات، يا سلام يا حبيبي. قال اقرأ الروايات، رواية مدري مين الملحد، ورواية الكافر، وفيها أعوذ بالله. ماذا نستفيد من الروايات؟ طيب يا أخي أليس في الكتاب والسنة كفاية؟